بالنسبة للانتباه في السبيطار المركب كانت الولادة طبيعية؟ لا بالعملية العملية بس طلبت 3 ديال الوليدات نفس وليد ما شاء الله. وفين تسكن دابا نتايا؟ كنسكن غير الناس اللي فيا خير من سابق. شحال ديال الدورية؟ عندي 4. دابا شحال يوليو عندك بعد 3؟ بعد 3 4 4 ما شاء الله. وشنو الطلب ديالك؟ المطلب ديالي كنتمنى من الله يعاونني. نعم المسؤولين يعاونني. نعم شنو هو تسمي البنيتات؟ بنيتات مازال ما عرفتش شنو غنسمي. وليدات؟ تالي وليد مازال ما عرفتش البنت ديالي اللي كانت عارفه. كي تلقيتي هذا الخبر ملي قال لك راه ولدتي 3؟ عرفتهم؟ عرفت الوليدات؟ يعني عيانه شي شويه. الامكانيات الماديه ما عندوش شيء. يعني هو مياوي ونهار خدام نهار ما خدامش. وبالنسبة لها كيطلب هذا اللي كيطلب ديال المحسن انه يتعاملوا معاه ويعاونوه ويساعدوه باش يقدر يربي هاد التروريين هاد التوام احسن تربية ان شاء الله ويلقاو يعني يلقاو المكان اللي هما اللي هما تولدوا فيه واحد واحد يعني موجد يعني كلشي مهيئ له الدراري مهيئ لهم كلشي ان شاء الله. هذا هو المطلب الاول والاخير ديال هاد السيد هذا. شكرا جزيلا. شكرا ديالي 0667 70 01 87. عاودو 0667 70 01 87. شكرا.